لا تراجع حتى تحقيق المطالب شعار رفعه المتظاهرون من العقود والأجور اليومية الذين لم يتم تضمينهم ضمن قانون الأمن الغذائي. تصعيد جديد تمثل بقطع طريق سيطرة السدرة الرابط بين البصرة وبقية المحافظات العراقية. احنا شنقلكم طبعا غلطانين وهمانين، كل شرارة وكل ثورة تبدأ من البصرة، ووعدناكم أكثر من 1000 مرة سوف يتم قطع البصرة بالكامل. قسما بالله قضيتنا استشهادية، خلاف تثبيتنا قضيتنا استشهادية، ما ممكن احنا بعد نسكت. يا مجلس النواب نقلكم لا تخلونا نصعد أكثر، التصعيد مستمر أمس واليوم، هاي هيك مجرد يعني رسالة لكم نوصلها، رسالة خلينا نقول ودية لحد الآن ودية، بس لا تجبروننا يكون التصعيد مالنا تصعيد قوي ويقطع البصرة بالكامل عن جميع المحافظات. المتظاهرون أعلنوا عن خطوات تصعيدية قادمة سيكون من خلالها أغلاق الدوائر الحكومية ومكاتب نواب المحافظة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، كما انتقدوا الدور الضعيف لمن يمثل المحافظة داخل قبة البرلمان وعدم قدرتهم على اتخاذ القرارات المهمة التي تخدم أبناء المدينة. الشعب البصري ما يتحمل، وهذا هاي طاقته، يعني إلى متى؟ كافي كافي شوية، احترموا رأي الشعب. اليوم احنا نطالب البرلمان ونواب البصرة، وين الدور مالهم؟ انتم جيتوا يا نواب وقلت احنا ويا الشعب البصري، ويا الشعب البصري لازمين الشارع. ابقاهم مجحف، وتم وعودنا من قبلهم انه احنا نضمن بالقاع الامن الغذائي وما ضمننا بهذا القاع، واحنا نوعدهم انه هاي مظاهراتنا واعتصاماتنا حظل مستمره لحد ما يتم تحقيق مطالبنا وهو تضميننا وتثبيتنا على قانون الأمن الغذائي. وتستمر التظاهرات لأصحاب العقود من جميع الدوائر الحكومية والتي تطالب بالتثبيت على الملاك الدائم، لكن دون استجابة لمطالبهم لغاية الآن. للتغيير يونس الرباعي، البصرة.